هذا هو الحرق. ما تخممي، ما تبقاي تطلعي وتهبطي وتقولي راني حابه نعلي الحرق، ديري الشيء اللي ذكرت لك كامل في الفيديو وارجعي لي الخبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومرحبا بكم كامل في قناتكم ريجيم بدون تكاليف، ريجيم بدون حرمان، مع مريومة. فيديو اليوم عندكم شحال وانتم تستناو فيه، على خطر راح نهضروا على حد، على واحد تقولوا ليش مقبيلات وانا وحدي وزعما نستنى وقتاش تصح لي الدانه نصور جيتو. ماشي لينا وقلا ماشي لينا، خلونا نسجلوا يا الخاوه. اليوم راح نهضروا على الامور اللي تعلي الحرق. اقوى حاجه اللي ترجع هذاك الحرق اللي تقولي انت يا بلي الحرق ديالي بطيء، راح ترجحوا الكفليشه. وشنو هم هاد العفايس اللي يعليو لنا الحرق؟ نظلوا نسمعوا بكلام مشروب حارق، شربة حارقة، يعني امور هكذايا اللي نحنا على بالنا بلي نورمالمون يعليونا الحرق، بصح ما على بالناش علاه، ماشي فاهمين وعلاش هاد الشيء يعلي الحرق، علاش حاجة تعلي الحرق حاجة متعليش الحرق. وفي اخر الفيديو البنات اذا كانت تبعتوا معايا للاخير راح نعطيكم فكرة اللي تطلع الحرق فليشة، ماشي وصفة سحرية، تصرف، تصرف نديروه راح يطلع الحرق ويهنيك خاصة من الدهون العنيدة. وإذا عندك ثبات تاع الوزن راح تقضي عليه بالشي اللي راح نقوله لك في آخر الفيديو. استناي ما تصوتيش ديريكت لآخر الفيديو باش تسمعي الفكرة، الشي اللي راح نهضرو دركا كامل يفيدك. وقتاش نقوله على حاجة حارقة؟ لما تعطي للجسم تاعنا سعرات حرارية أقل بكثير من واش يصرف عليها سعرات باش يهضمها. علاش أغلبية الخضر تعتبر حارقة؟ فيهم بزاف الألياف، الخضر خاصة الورقية، الخضر الخضراء فيهم بزاف الألياف. هذوك الألياف اللي نقولو حنا الخيوط، شتو كيما الخرشف، اللوبيا، السلق، الكرنب، فيهم هذوك الخيوط، هذوك هما الألياف في الخضر. باش الجسم تاعنا يهضم هذوك الألياف لازم يبذل جهد كبير، الوغ كو هذيك الخضره فيها كميه قليله من السعرات وبالتالي نقولوا عليها حارقه. الجسم تاعنا حرق سعرات باش استعملها، باش هضمها، باش فككها. علاش نقولوا على البطاطا والزروديه والكابويه ماشي حارقه؟ الزروديه خاصه كي طيب، البطراف كي يكون طايب ثانيك ماشي حارق، على خاطر فيه نسبه عاليه من الكربوهيدرات، يعني فيه نسبة من السكر، فيهم نسبة من السكر البطيء. الجسم تاعنا باش يحرق ليسونس منين يجيبو الجسم تاعنا؟ يجيبو من هذوك السكريات، سواء سكريات سريعة تاع الوخايل، راكو على بالكم، تاع الباتيسري والحلويات تاع السكر الأبيض، سواء من السكر الطبيعي، السكر الطبيعي اللي سواء يجي من الفاكهة بأنواعها المجففة ولا الطازجة، ولا يجيبوه ما خضر بصح فيهم يعني كمية من السكريات البطيئة كما البطاطا والزرودية والبيطراف والكابوية، هذيك يعني القرعة الحرة. الجسم تاعنا مادام هذيك هي الطاقة ديالو، كي ناكلو هذوك الأمور في عظمة يروح يحرق من المخزون ديالنا، يروح يجبد من الكرش هذاك المخزون ديالنا، راهو عنده الواجد يستعمل غير هذاك الواجد. على هذيك اللي نقولو عليهم ماهمش حارقة هذوك، على هذيك اللي نقولو ماشي مليح نديروهم في الشربة الحارقة. بصح الخضر الاخرى كامل اذا طيبناها بطريقه صحيه بدون زيت، على خاطر الزيت ثاني كيستعملوا الجسم تاعنا كطاقه دهون، الجسم تاعنا رايح يتعب عليهم باش يهضمهم وبالتالي تعتبر حارقه. كي رانا نقولوا هكذا ماشي معناتها البطاطا والزروديه والكابويه ممنوعين، جامي جامي، ربي سبحانه يعطينا حاجه ماشي مليحه لينا، عندهم الفايده ديالهم، بصح كل حاجه ناكلوها بالكميه المناسبه، ماشي نفس الكميه اللي عندي الحق ناكل لوبيا خضراء وسلق وخرشف ولا كرنب هي نفس الكميه اللي ناكل منها البطاطا وزروديه طايبين. كاين كذلك الاوقات، كاين بعض الخضر كيما البطاطا ماشي مليح ناكلوها في الليل بصح في النهار ناكلوها. اوكي التيزانات البنات، كل انواع لي تيزان، سواء اللي يجيو زرارع كيما زريعه البسباس و والكمون ايتو يعني حاجه زريعه، سواء التيزان الورقيه لا فيرفين الويزا ولا النعناع الزعتر،
كامل تعتبر حريقه. وقتاش يوليو ماشي حريقه؟ اذا درنا لهم حاجه تحليهم، اذا درنا لهم سكر، اذا درنا لهم عسل حر، دبس، يوليو ماشي حارق، على خاطر الجسم تاعك فيه عظمه يروح يفككها وهي صفر سعره حراريه. كي تشربي كاس تيزانه بلا سكر صفر سعره حراريه. الجسم تاعك لازم يفككها باش يستعملها، راهو يبذل جهد عليها وبالتالي حارقه. بصح اذا درتي لها ولو كان عسل حر، الجسم تاعك ما يتعبش باش يحرقها، يستعمل هذاك العسل. صافي، حبيتي تستفادي من التيزانه اشربيها بلا سكر، حبيتي تستفادي من الشاي الاخضر ولا اي انواع الشاي الاسود ولا الاحمر شربيه بلا سكر، ما تقوليليش كميه قليله، شربيه بلا سكر. ما قدرتيش تشربيه ما تشربيهش خير. كيف كيف الخضر هذوك اللي قلت لكم قبيلات، طيبيهم بطريقه صحيه يوليو حارقه، طيبيهم بالزيوتي خسرتيهم. نروحوا دركا للقهوه. القهوه ثاني تعتبر من الامور اللي حارقه، بصح المشكل في القهوه انه نستوردوها نصف محمصه، يعني حتى وتروحي عند الرحاي تقولي له اعطيني القهوه وتجيبيها للدار تحمصيها، راهي ديجا محمصه عنده نص، ماشي هو اللي حمصها. خاطر لو كان يبعثوها لنا في الاستيراد، راكو على بالكم شحال تضرب وهي في هذوك البابور وباش تلحق للميناء ومن بعد توزيعيتو تخسر. هذا الشيء اللي يفسر الغلا نتاع القهوه الخضراء. باش يجيبوا لنا القهوه الخضراء لازم لهم شروط حفظ بزاف واعرين باش ما تخسرش، وبالتالي يزيدوا في السومه ديالها على خاطر يديروا لها السكر لما يزيدوا يحمصوها. الله غالب ما قدرتيش تشريها وما عندكش الروبو فاش ترحيها، حتى وتشربي القهوه العاديه اشربيها بلا سكر، على خاطر الكميه اللي يديروا لها تاع السكر راهي قليله جدا. باش تعاونيها في الحرق تقدري ديري لها عصره من الليمون، طبعا للناس اللي يعجبهم الذوق ديالها. القهوه الكحله راهي كذلك من حارقات الدهون. كاين بزاف امور البنات اللي نقدروا نعتمدوا عليهم في حرق الدهون. هذوك الخضر اللي هدرت لكم قبيلات مع الفواكه ثاني كيما التفاح الاخضر نقدروا نخدموا بهم مشروبات اللي نشربوهم. كي نهضروا على الخضر ما ملحشاوش محسوبين، المعدنوس، حشيش تاع الشربه، الكرافس، هادوما تاني راهم محسوبين مع الخضر واللي يعاونوا بزاف في الحرق، فيهم نسبه قليله جدا من السعرات الحراريه وساعات ما كاش خلاص. لحقت لكم دركا للنقطه اللي قلت لكم بزاف تعلي الحرق، الرياضه على معده فارغه. لو كان ديري 20 دقيقه رياضه على معده فارغه راح تحرقي العجب المعجب من الدهون. الناس اللي قاعدين في الدار وقادرين صباح يديروا رياضه على معده فارغه وما راكيش تبروفيتي باش تفقدي وزن، راكي خاسره في لافير. ما تقولي ليش الشغل تاع الدار، نص ساعه صباح ليك سبور ما تضيع لكش الشغل تاع الدار. واش نضيعوه وحنا نقلبوا في صفحات الفيسبوك وفي القنوات تاع اليوتيوب؟ راهو اكثر لله غالب خدامه استاذه تقري نقولها روحي ديري سبور صباح في القسم، لا طبيبه ولا خدامه في مؤسسه عموميه، المهم الخدامه الله غالب. الخدامه واش نقول لها؟ لازم كي ديري سبور على الاقل ساعتين تكوني ما كليتيش، وهي اكثر راه ساعتين قليله. قد ما طولتي هذيك الفتره وانتي جيعانه قد ما الجسم تاعك ما يلقاش طاقه يروح يجبد من المخزون. علاش يقول لك احسن رياضه هي الصباح؟ على خاطر ملي تعشيتي في الليل، حسبي اذا كانت عشيتي ولو كان متاخر على 9 تاع الليل، راكي من 9 اخر وجبه تاعك، العشرة، ال 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 باش تروحي ديري سبور على 8، 10 سوايع. 10 سوايع الجسم تاعك هضم كاع الماكله اللي في المعده. كي تروحي ديري سبور ما يلقاش مين يجيب الطاقه، يجبد غير من المخزون. كي ديري نص ساعه رياضه والبركه. انا ما ننصحش النساء خاصه انهم يديروا اكثر من ساعه سبور، اكثر من ساعه سبور اجهاد للجسم. الجسم تاعك باش يبدا يحرق 20 دقيقه، 20 دقيقه هذيك ضمنيها، ديري في الاول 5 دقائق احماء، من بعد ديري الرياضه ديالك ضمني 20 دقيقه رياضه،
من بعد زيدي ختميها بخمس دقائق استرخاء، من بعد خلاص حبسي، يكفيك خاصة إذا كان درتي يوميا، خاصة للنساء، على خاطر حنا النساء ما يهمناش بناء العضلات كيما الرجال، حنا اللي يهمنا ما يكونوش ترهلات. أوكي، بعد ما تكملي هذيك الرياضة ما تاكليش، الغلطة اللي يديروها بزاف الأخوات، ما تاكلي والو حتى النص ساعة، كي تلحق نص ساعة ملي كملتي سبور تاعك تاكلي بروتين، يعني كي تروحي تبداي سبور حطي حاجة طيب، زعما زوج حبيبات بيض يتغلاو، وإذا كاش ما عندك سكالوب ولا، المهم حاجة بروتين، عندك نص ساعة هاديك يستعفى الجسم ديالك تاكلي بروتين، تاكلي هذاك البروتين قبل هذيك النص ساعة، خاصة إذا قبل ربع ساعة الجسم تاعك ما يقدرش يستعملو على خاطر مازالو في نشاط، خليه يتهدن على الأقل ربع ساعة حتى النص ساعة، وكلي هذاك البروتين، الجسم تاعك يشد ذاك البروتين يمدو للعضلات باش ما يتحرقوش العضلات. وقتاش تاكلي الماكلة الأخرى؟ بعد ما يفوتوا زوج سوايع، يعني عندك نص ساعة الأولى زيدي حسبي ساعة ونص وباش تاكلي باش تستقهواي، هذوك زوج سوايع كامل الجسم تاعك مازالو يحرق، لو كان تاكلي خلال هذوك زوج سوايع حاجة اللي فيها طاقة، فاكهة، عصير، حاجة فيها نشويات، سكر بطيء، الجسم تاعك يحبس الحرق ويروح لهذاك الشيء اللي عطيتيه له، يروح للواجد، علاش يبقى يجبد؟ حنا ماذا بينا يبقى يجبد؟ حبيتي الجسم تاعك يبقى يجبد ديري الشيء اللي قلت لك، رياضة على الفراغ، وإذا كنتي ما عندكش الوقت الصباح حاولي انت اللي ديري هذاك الفراغ، شوفي في الليل مثلا اخر وجبة تاعك تكون على الربعة تاع العشية، خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، خمس سوايع، وكان ديري سبور على التسعة تاع الليل هاكي خمس سوايع، المعدة تاعك راهي خاوية، الاكل يتهضم في زوج سوايع، راكي زديلو ثلث سوايع اخرين، يعني راكي تولي تقريبا كيما اللي دار الصباح. وحبينا نزيدو نكلاطيو الحرق ديالنا، واش رايكم لو كان نشربو التيزانات هادوك بدون سكر، قهوة بدون سكر قبل الرياضة، الجسم تاعك راهو يحرق فيهم وتبداي تمارسي في ذيك الرياضة والجسم تاعك راهو مسكين، واش نقول لك غير يجبد غير يجبد غير يجبد. في الليل تقدري تشربي العصائر الطبيعية اللي يكونوا بالخضر كيما هذاك اللي حطيته لكم مؤخرا، نخلي لكم في صندوق الوصف، الماكلة تاعك طيبيها بلا زيت وكثري فيها الخضر اللي هدرت لك مقبلات اللي الأوراق نتاعها خضراء ولا هي خضراء، هذا هو الحرق، ما تخممي ما تبقاي تطلعي وتهبطي وتقولي راني حابة نعلي الحرق، ديري الشيء اللي ذكرت لك كامل في الفيديو وارجعي لي الخبر، بالتوفيق للجميع وغدا يوم أفضل إن شاء الله.